call me a god. إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكال أند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا، ادخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى أنك تحط كود نوب. أهلا وسهلا بكم ومرحبا في فيديو جديد. هذا الفيديو اللي بتكلم فيه عن كيف أنك تقدر على كل نص ساعة تدمر وتحارب وتقاتل سفينة الأشباح، السفينة اللي راح تعطيك في النهاية كجائزة من عملتها اللي هي سلاح الطيف الأزرق أو نار الطيف الأزرق، وهي نار قوية جدا. نحدد المكان ونروح. أول شيء هذا هو الموقع. دائما كل ما يكون عندك ظلام، كل ما يكون عندك ظلام كم يكون تقريبا 10 دقائق بعد الأنصاف الساعات، 10 دقائق بعد ما يظهر لك تحدي الاستحواذ، تروح وتحدد لك هذه كيف رانج نوك، وبعدين تقرب تشوف تسوي عملية تقريب مرة واحدة وتحدد هذه النقطة أو هذه النقطة اللي الحين أنا فيها. توصل هنا وتشوف يمين ويسار، بتحصل إنه التحدي أو السفينة راح ترسبن هنا دائما في هذه الأوقات. نحاول نبحث عنها، بس خلوني أشوف، أتوقع هنا بتكون، فنكمل. ما أعرف ليش أنا محدد كهف دوليس، بس أتوقع هذيك هي السفينة اللي نبحث عنها، سفينة البريغنتين، سفينة الأشباح. نروح نحطمها ونقتلها ونبدأ ونجمع الموارد الموجودة فيها. أتمنى أن أحصلها. السفينة لا، ما هي ما هي السفينة اللي أدورها، لذلك راح تجاهلهم. المفروض أنها ترسبن في مكان قريب منا. أوكي، أنا يحتاج أن أتأكد من الموقع. أوكي، عملت تقريب واحدة، مفروض أنها تكون هنا بالضبط. المفروض أنها تكون هنا بالضبط. وصلنا لنهاية الماب. هي يعني موقع الضباب، يعني أن إحنا في المكان الصحيح وأن السفينة موجودة، لكن الشائعة تنتهي. اوكي، الحين نحاول مرة ثانية ان نبحث عن سفينة الأشباح. هل ما زالوا هذا اللي يتبعوني؟ اوكي، سفينة الأشباح المفروض انها تكون هنا، فخلنا نتأكد من الموقع. هذه اخيرا حصلتها. دائما في الريسبون تسوي عملية التقريب مرة أو مرتين هنا لحد ما يطلع لك هذا الخط وهذا الخط، وتكون على الحدود مباشرة. تدورها وتلقاها المانجودين وتفعلها مباشرة. طبعا ما بتتأثر بالوباء، لكنك تقدر أنك تدمرها بسهولة. نحاول ندمرها بسرعة، بس أتوقع أني ما بغطي كامل الفيديو. يمكن بسوي عملية تسريع، لأنه أوريدي إحنا حاربنا سفينة الأشباح كم مرة. بس هذا الفيديو الهدف منه. الهدف منه أن كما قلنا نحصل نسوي فارمينج لهذه السفينة. اوكي، هم يستخدموا، ودائما حاولوا انكم تصعدوا في السفينة، سفينة الأشباح، حاولوا انكم تصعدوا فيها، لانه الصعود بيعطيك نسبة بسيطة، ما انها مضمونة، لكن نسبة بسيطة من ال اوكي. الحين انا ما جالس اضرب اي كريت. اوكي،
عطلنا كريتيكال دامج، قررنا نقصها شوية، كمية بسيطة. الحين أريد 5 دقائق، ما أريد أطور الفيديو صراحة، لكن نفس الشيء أريد إني أسوي البوردينج لأنه احتمال إني أربح في ال الحين المشكلة إنك خليتهم لا ما القصد هذا غلط إنك تخليهم في الخلف. أوكي دمر الأشرعة، حاول اني ابتعد شوية عنهم مع انه سفينتي سفينة اقتراب وليست ابتعاد. حلو حلو، من بعيد شوية. حلو 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 حلو. ضربات حلوة. 7 دقائق، يمكن في اللحظات اللي اكون ساكت فيها بسرع العملية عشان ما يكون الفيديو طويل وممل. لا ما صبت. اوكي اموري طيبة. كم عندنا؟ 8 دقائق وصلنا لحد اتوقع اذا قدرت اخلصها بسرعة. طبعا حاول في الفترة الاخيرة انك اوكي في النهاية بحاول اني اسوي صعود عشان احتمال افرح معاكم بوجود. اوكي شوية الامواج الامواج الامواج، حاول نتجنب الامواج، حاول ان نضرب ضربات. وين لا لا والله رد. اوكي عمرنا طيبة. حربه مرة ثانية. خلصنا تقريبا، ما يبقى كثير بس احاول اني اعطيها بوردينج. ما مسألة تحدي، مسألة اني احاول اني ما اريد اضربهم كريت لان الكريت مره بيعطيني بتموت، الكريت بيعطيني موت لهم. ماتت، ما لحقت عليها. anyway بهذه الطريقة تقدر تحصل هالسفينة بعدد لا نهائي منها مباشرة على كل ليلة.
تقدر تجي لهذا الموقع وتحصلها. هنا تكون نهاية المقطع. بسرع الأجزاء اللي تحتاج تسريع، ما صار إن نسوي بوردينج اليوم، فبنشوف إن شاء الله في مرة ثانية. لا تنسوا أنكم تدعمونا عن طريق السبسكرايب، عن طريق اللايك، وهنا نهاية الفيديو، نشوفكم فيديو آخر، والسلام.